ما معنى أن تكون مسلمة؟ سل نفسك، لأنك إن لم تكن إجابتك حاضرة فلا يمكن أن تكون مسلمة. ما معنى أن تكون مسلمة؟ أن تنشأ في بيت مسلم جاهل لم يعلمه أحد أصول الاعتقاد ولا فرائض العبادات، أن يكون الإنسان مع القطيع يسير حيث سار، ويرد الماء إذا ورد ويصدر عنه إذا صدر. هذا معنى أنك مسلم؟ معنى أنك مسلم أن تكون مسلما في عقيدتك. ما معنى أن تكون مسلما في عقيدتك؟ هذا أمر يسير جدا، ولكن كثير من الناس يجهله. أن يكون مؤمنا بالله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. أن يكون مؤمنا بالله جل وعلا لا يعبد غيره ولا يصرف لونا من ألوان العبادة لسواه. العبادة كلها من ظاهر وباطن ينبغي أن تصرف لله، ومن لم يفعل ذلك كان عابدا مع الله سواه، ولا أحد يدري هذا إلا من رحم الله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تحصل أمور الإيمان، أن تكون مسلما في عقيدتك، في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل معنى أنك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد شهادة اللفظ أنه رسول الله، ثم تأتي حركة حياتك معاكسة لما جاء به رسول الله؟ هذا إيمان برسول الله؟ أتكون مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك وتعصاه، وهو ينهاك ولا تلتفت إلى ما نهاك عنه بل تتورط فيه؟ أمر عظيم جدا ينبغي أن نلتفت إليه قبل أن يضرب الموت ضربته فتجد نفسك كفاحا بين يدي ربك. وما هي إلا أن يخرج الله سره من البدن، أي الروح تخرج من هذا الجسد، حتى يصير المرء إما إلى الجنة وإما إلى النار كما قال رسول الله: الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. من السير الذي يكون بين أصابعك وأنت تجعل قدمك في نعلك، الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار كذلك، لأنه بمجرد ما تخرج الروح يذهب إما إلى جنة الخلد ونعم القرار، وإما إلى هاوية النار وبئس القرار. الأمر جد لا هزل فيه، فينبغي علينا أن نتعلم ديننا وأن نسمع كلام ربنا متفهمين، وأن نسأل عن سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.